ازيكم؟ معاكم منير ويليام، فوتوغرافر وفيديوغرافر، ميك اب ارتست او هير دريسر. جالك شغل اون سبوت والفوتوغرافر مش موجود او الفيديوغرافر، ممكن يجي على بالك انك تجيبي كاميرا، عدسات، كروت ميموري، بطاريات علشان تصوري شغلك. وكده برضو ما حلتيش المشكله، عشان هتروحي تجيبي الكاميرا وتحطيها في اللوكيشن وتعملي السيت اب بتاعك وتسيبي شغلك كميك اب ارتست علشان تصوري شغلك. في حل تاني، انك ممكن تصوري شغلك كله بالموبايل سواء فوتو او فيديو، ويطلع الشغل ممتاز جدا وحلو ومقبول على السوشيال ميديا. تقدري تعملي بيه ماركتنج لنفسك وتسوقي شغلك وتوري شغلك للناس. لو شايف ان ده صعب يحصل، يوم الاربعاء 17 عاملين لكم ورك شوب انا والبلوجر راندا مروان، ازاي تظهري شغلك على السوشيال ميديا او تفرجي لي العملاء ويظهر شغلك بطريقه انت تحبي تشوفي شغلك فيه. ده دورنا في الكورس ده، انك توصلي لاعلى درجه من درجات الاستفاده اللي انت محتاجاها. لو معاكي صور كويسه وكونتنت كويس من غير تسويق كويس ملوش اي لازمه. ما تنسوش ميعادنا يوم الاربعاء 17 ورك شوب تصوير بالموبايل.